I was raised as an only child with two people who basically hated each other just enough to stay together. So I guess you could say I've been mediating since well before I was born. Years before I heard the term mutually assured destruction, I was very familiar with it growing up in that house. Mason Francis Skiles, 45 years old. 10 years ago, he was deputy chief of mission here, until his wife was killed. He's damaged goods, but he's manageable. Maybe one of you could tell me what I'm doing here. 3 nights ago, an American was pulled off the street in West Beirut. Next morning, we got a communique from a group calling itself the Militia of Islamic Liberation. They have the guy they want to talk. They want you to broker the deal. They asked for you specifically. Your friend Cal, he's the hostage. Cal's the head of all Mideast operations. He talks. You'll be waiting for bodies to pile up on the embassy sidewalk. What do you want me to do? You're an experienced negotiator. Negotiate. What do you want? I will track Al Araile for the return of my brother, Rafael Borajan. Give me a meeting in Israel. Munich Olympics, Madrid, flight 305. 46 days. All of this, Rafid Abu Rajab. Is this about you looking for the man who killed your wife? If they can't find your brother, you're gonna have to come up with an alternative. This is alternative. He's given us 6 hours to deliver the brother. He's hiding. He's been driven so deep his own people don't know where he is. Right now, there's a hell of a lot of unprotected pieces in the field. Do you think they want to save Cal, or do you think they want to save the information? That's an ugly question. Clearly, the monsters have taken over Lebanon. Something needs to be done. And give Israel the keys to the city? I need to see Cal. And it's impossible. It's only impossible if he's dead. 2,000 years of revenge, vendetta, murder. Welcome to Beirut. جينو رايد، اهلا وسهلا فيك ببتحلى الحياه. كنا سوا عم نتابع تريلر فيلم بيروت، اخذنا شوي فكره عن قصته. خبرنا اكثر عنه وشو المشكله يلي اكثر شيء الاشخاص عم بيحكوا عنها. واضح يعني من التريلر انه ما مصور ببيروت، اللهجه مش ظابطه، وبتفرجي ببيروت بصوره يمكن اغلبيتنا ما بنحسها بتشبهنا او مثل ما بتشبه الواقع هلا. بس انا سمعت عن بيروت من بعد ما الناس عصبوا وصاروا يحكوا على الانترنت عنه ولازم ينمنع ومش لازم يروح حدا يحضره، ما يمثل يعني الحقيقة طبعا كيف بيروت اليوم. هلا في كم نقطة بدي أقولهم، إنه أول شيء هذا بيروت بالثمانينات وين عن جد كان في حرب، وتاني شيء عدم تصوير بيروت إنه هذا قرار يمكن الأشخاص الفنية هن اللي بيقرروا إذا إيه ولا لا، بس يعني الاسم بيروت مش لإلنا، فنحن مش نحن بنقرر كيف بينعمل، خاصة بظل الرقابة بلبنان. يعني اليوم إذا أنا بدي أعمل فيلم بلبنان كتير صعب لإلي يقطع الرقابة وأكتشلي أعرضه. فإذا منا مبسوطين بكيف يمكن بيروت أو لبنان عم يطلع بالشاشات برا مثل بهوليوود اتسترا، لازم نشجع الفيلم ميكرز اللبنانية هن يعملوا فيلم يلي بتشبهنا يلي مثل ما نحنا بدنا. وعنا مثل كتير منيح السنة نازل على الأوسكار يلي هو القضية رقم 33 تبع المخرج زياد الدويري. فمثل يعني فينا نعمل فيلم بلبنان عن جد بتعقد وبتفرجي صورة عن جد، مع أنه أوقات تتناول يمكن مواضيع صعبة شوي، بس بطريقة تا يمكن نتخطيها لهو المواضيع الصعبة، خاصة أيام الحرب بالثمانينات مثل هذا الفيلم عم يجرب يعملها. يعني جينو، أنت شو رأيك بمنع العرض أو منع عرض الفيلم بشكل عام؟ هو منع بالبداية لما نذكر أنه نحن لازم نمنع، يعني بتعرف مزبوط. مثل ما حكينا عن ردة الفعل، شو مزبوط. رأيك بهالردود الفعل؟ بفتكر هذا يعني هذا يمكن أول ردة فعل عند الأشخاص، أنه أي شيء ما عجبنا لازم نمنعه. بس اول سؤال بيسالوا انه اذا منعناه بلبنان نحن ما شفناه، ما باقي العالم رح يشوفه. صحيح. وانا اذا رحت حضرته هذا بالسينا ما رح اغير رايي عن بيروت وعن اللبنانيه، لانه انا عايش هون وبعرف نحن كيف. فمشكله الرقابه انه هي دائما يعني ما بنعرف وين الحد تبع. يعني اليوم اذا الكل بده يتفق على كل شيء اذا بينمنع ولا لا، ما بقعد في شيء بينسمح بالنهايه، لان يمكن انا رايي غير راي شخص ثاني، غير رايكم انتم عن الموضوع. فالرقابه نحن شخصيا يعني اكيد انا بالمجمل ضد الرقابه بلبنان المسبقه، خاصة على الفن والثقافة، يمكن على قصص مثلا تحريض على العنف، خطاب كراهية أكيد هذا لازم،
ما يطلع بالعلن، بس وقت يكون شيء على علاقة فن ثقافي، كتاب، غنية، فيلم، مسلسل، مش لازم ينمنع بلبنان، لأنه هيدا عنده كتير ارتدادات عكسية على لبنان وعلى الفن والثقافة بلبنان. إذا بدنا نفسر أكثر عن عمل الرقابة بلبنان، كيف عادة عم بيكون الموضوع، خاصة أنه هالفترة بالتحديد سمعنا كتير مشاكل إن كان بفين بيروت أو The Post أو غيرون، يلي كل الأشخاص حكيوا عنهم وحكيوا كمان عن موضوع الرقابة، كيف عادة عم بيصير الشغل؟ هلأ منظومة الرقابة بلبنان كتير غامضة وقوانينا منا واضحة وكتير قديمة، يعني قوانين من الخمسينات، أنا قوانين من أيام الحرب، أكتشلي مراسيم صادرة عن الحكومة بوقتها. فمشكلة الرقابة بلبنان إنه مش مشكلة بس ما في، يعني ما في انسجام بالقرارات، وأوقات بتسيب أوقات لا. يعني وقت المنع واندر وومن من وراء الممثلة غال غادو، في أربع فلومة هي كانت فيهم نزلوا. اليوم وقت عم نحكي عن The Post، ستيفن سبيلبرغ، في 21 فيلم نزل لستيفن سبيلبرغ من وقت العدوان الإسرائيلي، فهيدي الحجة ليه قطع هدوليك، ليه هيدا ما قطع. اللي بيصير عادة لأنه ما في إمكانيات لكل شيء يتراقب من قبل الأمن العام، مكتب الرقابة الأمن العام اللي هو مسؤول عن رقابة الفن والثقافة بلبنان، ما رح يلحقوا يعملوا كل شيء. برأيك السوشيال ميديا هون اللي عم تسلط الضوء على هالمواضيع لفجأة هلأ كتير صرنا بنسمع إن كان وسائل إعلام تقليدية مثلا جريدة أو تلفزيون بيضوي على شيء معين، أو يمكن على السوشيال ميديا بيصير أوتريج من وراها، وقتها عم يتحرك مكتب رقابة بالأمن العام. ومثل تاني فيلم كمان هالجمعة المنع جونجل، هو نسمح له، يعني هو انحضر قبل الجمعتين من مكتب الرقابة وقال أوكي، من بعد ما نزل على السينمايات الخميس على الصلاة السبت رجعوا شلوه، يعني ضلوا ثلاث أيام. بس ليه منع بالبداية؟ لأنه لاحظوا أنه شخص إسرائيلي كاتب القصة اللي هي مقتبسة منه. ما هي قصة أوريدي يعني كانت منتشرة ونعمل منها أفلام كتير وانعرضت كمان بصالاتنا اللبنانية. مظبوط. وهيدا مثل حتى واندر وومن أنا حضرته بالصالات اللبنانية على الأفان بريمير، بس نهار هيدا رجعوا سحبوه، يعني في عدة يمكن عدة أشخاص لبنانية قدروا يحضروه بالسينما. ف الرقابة بلبنان يعني منا مثل إذا بدك نظام ديكتاتوري وين كل شيء مراقب كل وقت، بس إذا أنا شيء مش عاجبني في حرك الرأي العام أو مثل ما صار بالسوشيال ميديا، يعني من خلال السوشيال ميديا صار في هال يعني الموقف السلبي بالبداية بعدين مش الحال. حكينا شوي عن The Post، كيف صارت أول رقابة، مين يلي بيكون كمان مسؤول عنها، الجهات الرسمية يلي كمان بتتعاطى، وكيف بتصير القصص؟ عادة مكتب الرقابة بالأمن العام هو بيروح بيحضر الفيلم العمل السينمائي قبل ما ينعطى أوكي للصلاة يعرضوه. أوقات بس بيصير في علامات استفهام عن هل لازم نمنعه هلا، أو وقت ما يكون القوانين اللي عليه علاقة واضحة كتير، فساعتها بيحولوه على لجنة الرقابة. لجنة الرقابة هي لجنة تشكلت بال 2010، فيها ممثلين من عدة وزارات مع ناس أخصائيين بعلم السينما والمسرح والفن ميمي، وهن بعدين بيصوتوا على إذا لازم إيه ولا لا. فعلى البوست هيك صار، يعني أي وزارات بالضبط بالذات هي أنا بعرف على أكيد في وزارة الداخلية أكيد اللي الأمن العام تحت سلطتها، وزارة الخارجية لأنه مثلا فلومة إذا بتدور بدول قريبة منا لبنان كمان عادة بيتجهوا باتجاه المنع للعلاقات الخارجية، صح، وزارة الثقافة أكيد، وزارة التربية كمان. فوقتها هاللجنة تقرر بتقدم قرارها لوزير الداخلية، وزارة الداخلية، والوزارة يا بتقبل بالمنع يا لا. هلا اللافت بـ The Post انه اول مرة الوزارة ما بتقبل منع recommendation، وهذا بفتكر برأيي شيء كتير ايجابي بلبنان يلي عم يوضع لحد للرقابة يلي كتير زادت خاصة اخر سنة مثل ما انتو قلتو. وبفتكر صار هيك لانه في قانون بلبنان قديم كتير مفعل، انه في مكتب بالجامعة العربية بيعمل لائحة سوداء باشخاص لازم يمنعوا لانه هن اسرائيلية او صهيونية، حدا بيشجع. فالبلدين الوحيدين اللي بياخدوا من اعتبار عن هيدي اللائحة السوداء هن لبنان وسوريا، ولبنان الوحيد اللي اكتشلي عم يطبقون. فهذا القانون كان منسل من الخمسينات، يعني قبل الحرب الأهلية حتى. فوقتها واندر وومن استعمل هيدا القانون، فاللي صار الأمن العام ما عنده بقى هالمشكلة انه هو اللي عم يمنع هيدا القانون. بس بسبيلبرغ ما كان القانون ما كان هالقد واضح، انه اذا شخص منه اسرائيلي بس يمكن عنده رأي معين هل بيتطبق عليه هذا القانون ولا لا. بفتكر مش هنك من منع كليا وجرفت عليه، لأنه بالنهاية يعني بده يكون ما فيكون فيها قد ازدواجية. وقت نحن نفوت كل الفلوم اللي هو انتجها أو اخرجها بعدين نقرر الفيلم يلي شوي انشهر والناس انتبهت له نقول لا ما رح تمزبط. كيف اليوم انتو بمارتش عم تقدروا تحاربوا هالموضوع وكمان تدافعوا عن انتو شو بتلاقوا مناسب او لا؟ ميمي يمكن الخطوة الاولى قلنا
وتتعلق بالرقابة هي نفرجي للناس كيف الرقابة بتمشي وشو القصص المراقبة. لأن اليوم إذا فيلم تراقب أغلبية الأشخاص ما بيلاحظوا إذا بعد السيناء يعني في كتير قصص يمكن عنا إياها بالبيت هي مراقبة بس منكون شارينا من تبع الدي في دي بالحي أو منزلينها على الإنترنت. فعملنا شيء اسمه متحف الرقابة الافتراضي على الإنترنت وين حاطين كل شيء مراقب بلبنان من وقت الاستقلال لليوم، إن كان فن إن كان مسرح إن كان مقالات بالجرايد، الناس تعرف مدى الرقابة قدي، لأن هيدا هو أول ستيب لنحارب الرقابة المفرطة إذا فينا نقول. هلا على من جهة تانية نحن أكيد بنقدم مقدمين مشاريع وينين كرمال تعديل لقوانين الرقابة تيكونوا أوضح وما يعودوا بقى مفتوحين للنقاش كل ما حدا يطلع باله. يعني أوقات القانون بيتطبق هيك أوقات بيتطبق بغير طريقة، يلي هو مشكلة مش بس ل يمكن إنه إيديولوجياً إنه مش لازم نمنع ولا لا، بس اليوم إذا أنا موزع سينمائي وجبت فيلم وحطيت له دعايات على شهرين ثلاثة ويلا عزمت الناس كذا بعدين آخر نهار قبل بساعتين قالوا لي المنعت، ما هيدا مصاري راحت علي. فلو أنا عارف قبل بوقت القانون واضح عنه ما بيكون فيها المشكلة. وبفتكر المشكلة الأساسية اللي نحن عم نواجهها أو عم نجرب نحاربها إنه الرقابة عم تأثر أكتر شيء على الفن والثقافة اللبنانية مش عبر. يعني اليوم إذا ما نعد بوست ما بيأثر، كلنا رح نحضر على الإنترنت أو مننزل على حيالة دي في دي ستور unfortunately بلبنان أو بالعجق بيجي حدا لعنا بيعطينا إيه. سو هني ما عم يوقفوا حدا من إنه يحضر الفيلم، عم يسببوا خسارة أول شيء لصلاة العرض وللموزعين بدرجة أولى، والتاني درجة بكرة هالموزع بيصير يقول طب هذا الفيلم في هذا المشهد بركي ما نعول إيه. سو أصلا ما بيعود يجيبه على لبنان، يلي هي مشكلة كمان كتير كبيرة لنا. أهم واحدة اللي أنا يعني قريبة لقلبي المشكلة إنه الفنانين اللبنانيين عم يعطوا الهم صار يعملوا فلومة، خاصة فلومة بتتناول يمكن مواضيع صعبة نحكي عنها ويمكن بعد الحرب الأهلية ما حدا اتطرق لها. في فيلم مثل دايما بعطيه لأنه بحسه كتير مهم، ران متري هي مخرجة لبنانية اتهجرت أيام الحرب من ضيعتها، فعملت دوكيومنتير وثائقي عن كل الأشخاص من كل الطوائف من كل لبنانية فلسطينية سورية كل شيء تهجر من بيته وقت الحرب وعم تخبر قصصهم بس الناس تعرف. مزبوط. وهو موضوع مهم بلبنان، يعني في وزارة بس للمهجرين يعني بس ولا مرة حدا عم ينحكى عنها، خاصة جيل بعد الحرب ما كتير بيعرف عنها بس المنع بحجة انه معقول يهدد السلم الاهلي. فهيدا حرام ما ينحضر، وإذا ما يحضروا لبناني وين بده يحطوه بأي بلد ما حدا باله. جينور عادي شكرا لأنك وضحت لنا هيدي النقطة، وعلى الأرجح نحن رح نرجع نشوف فيلمي بيروت وذا بوست رح ينعرض بالصالات على الأرجح اللبنانية. بتصور هون زرعنا الحشرية السوشيال ميديا، هلا هن زرعوا الحشرية عند المشاهد اللي رح يشوف ببلش بشوي وبكرة بيصير لكل بس ياريت نرجع عم نذكر مبدئيا فيلم بيروت أي متى رح ينعرض؟ 13 نيسان ذكرى الحرب الأهلية وذا بوست هلا قريبا اليوم ليلة في كم صالة وبكرة كل الصالات الباقية. شكرا لك جينو رايدي وكل التوفيق لك. مشاهدينا فاصل إعلاني ومنتابع حلقتنا لليوم.